كي غندير سيدي انا كي غندير يا ربي راه تخرت يا تخرت هادشي انا تخرت بزاف سيدي هاد الناس حقروني بزاف ما لاقياش فين نسكن ما لاقياش داو ليا حوايجي داو ليا كلشي وما عنديش فين نسكن ما عنديش باش نخلص الكرا كون هكا كان عندي باش نخلص الكرا ما عنديش الراجل الراجل هارب عليا مخليني مخلي ليا ولادي ما عنديش باش نوكلهم خمسه ما عنديش باش نوكلهم انا شاري هاد البقعه خدمت في الديار تكرفصت ما حد شريتها مزيت حطيت هنايا تكرفصوا عليا هاد الناس داو ليا حوايجي داو ليا البوطه داو ليا كلشي تيقول لي سيري للبحر وتلاحي راسك في البحر لوحي راسك في البحر ما تقلتيش ليا هنايا انا تقهرت سخرت وليداتي عاد صغار نجيب لهم مثل كلشي ما ياكلوا تقهرت كي غندير اسيدي يلا كي غندير حقروا عليا هاد الناس كل نهار تيجيو ليا كل نهار بالليل تا داك النهار بالليل توقفوا ليا العشاء هكا لاحوا ليا العشاء لاحوا ليا الماكله لاحوا ليا تكرفصوا عليا بزاف حوايجي لاحوا ليا تقهرت واش كي غندير اسيدي كي غندير الله ينصر سيدنا وسيدنا ما تيقولش ليا حيدوا الحوايج الناس ولا دوا ليا الحوايج ولا تيقول ليهم تكرفصوا على الناس الله ينصر سيدنا الله يخليه لينا سيدنا ما تيقولش لي بهذا الشيء الله يرحم لك الوالدي انا تقهرت تقهرت عييت كون ما تقهرت ما نجيش ندير هاد العشاء ونسكن فيها مال الكرا تيقولوا لي سيري بعدي من خلصي الكرا ولا سيري حيدي ما لقيتش باش نخلص الكرا وانا الراجل هرب عليا ثلاثه الاولاد وعدي الولد معاه عندي الوراق ديالو وعندي كلشي وعندي الولاد عندي الولد معاه ما تيتمشاش ليا راه نجيبو تشوفو ساكنه هنايا انا ساكنه هنايا ليل ونهار اللي ساكنه تيجي عيد ليا كل شيء تعيد ليا كاع هاد الشيء تحيدو ليا تدي ليا الزبل نجيب الزبل اخر عاوتاني تدي تنجيب ودا ليا الكوكو دي ليا البوطه دا ليا الحوايج دا ليا واش عيبت الله حتى الحوايج ما لقيتش باش نتغطاها تنجم ما لقي لي حوايج لا والو كل شيء دا ليا انت تزيد تشوف عينك تنعس مني السما مغطيه بالسماء وفرشه بالارض ما عرفش هاد السيد ما عرفش شنو ندير ليه تيقول لي سيري حيدي من هنا هاد الارض ديال سيدنا وحنا شريناها ديك شريناها فلوسي والله سيدي تخدم في الديار سول عليا جعت فيها جعت فيها وتكرفصت فيها انا تكرفصت فيها بس شريت هاد البقيعة على وليداتي باش نستقر فيها تقول لي حيدي من هنا ما تقلتيش لي انا وكاين الناس مش حتى نهضر ولا شي حاجه كاين الشهود كلشي الناس تيشوفوا تيشوفوا تدي لي حوايجي تدي لي كلشي انا زيد تقهرت كي غندير يلا كي غندير يلا قولوا لي ديري لي شي حل يلا قولوا لي شي حل تقول لك سيري للبحر وموتي سيري للبحر نحيتي ولادك كي غندير زيد يلا كي غندير يا ربي راه تقهرت يا تقهرت هادشي انا تقهرت بزاف كل نهار كل ليلة كل ليلة كل نهار كل نهار كل ساعة كل دقيقة كل شوية غيجيو عاوتاني يحيدو هادشي وشوية يجي يلوحو هادشي يلوحو ليا هاديك الحفلة حوليا البارحة وكلشي قالك سيري للبحر واش انا نمشي نموت نقتل راسي نقتل ولادي بسم الله الرحمن الرحيم اولا كنشكرو موقع اشواقع اللي كان سباق في التغطية ديال الاحداث اللي ان شاء الله غادي تكون فيها ان شاء الله مازال غتكون فيها تغطية اخرى لان حنا كنعيشوا في واحد البلاصه دابا اللي هي سميتها ولاد العياشي عامر وهاد البلاصه هذه كيف ما كتعرفوا هي كتعرف بناء عشوائي كبير والبناء العشوائي هذا المسؤولين عليه هما المسؤولين طبعا هما اللي خلاوه ينتشر بالمقابل يعني بنادم كيعطي 2000 درهم 5000 درهم 6000 درهم وتيبني واللي ما عندوش وتيجي مسكين عنده واحد 50 متر ولا 60 متر وما عنده لا فين يسكن بحال هاد السيده هذه مثلا هاد السيده هذه هاد السيده هذه ما عندها لا راجل لا والو عندها وليدات جات مسكينه دارت واحد العشيشانه من كثرة ما بقاو كيريبوا علاش وشنو بقى عندها هنايا ولات كتجيب الشوك وكتجيب مسكينه الخناش والميك شوفوا بالله عليكم واش هذا مسكن هذا الساكن هذا كيعيش فيه بنادم في القرن 21 بالله انا ما بغاش هذا الشيء دغيا كل نهار كندوز على هذه السيده هذه من هنا كنبقى نبكي كنشوف فيها كنبقى نبكي مثلا لقى ليا جاد
ولكن اخوتي انا بغيت نعرف واش هذا السكن هذا يليق بالانسان. انا كنعرف ان الناس مسكنين الحيوان ساكن احسن من هاد السكن هادي. كاين الناس اللي عندهم كلب داير اللي ساكن يعني تحسد عليه. شو واش هاد المراه مسكينه هادي فين غادي تمشي دابا؟ انتم شو واش هاد السكن هذا؟ مراه ساكنه في الميكا عباد الله والشوك، ما عندها لا طواليت، الموان داوهم ليها، والموان جاو الموان مسكينه طبسيل وكاسرونه كتاكل فيهم، جاو هرفوا عليهم داوهم ليها. علاش هاد الحكره هادي؟ واش سيدنا باغي هاد الشيء؟ سيدنا تيقول لهم ديروا هاد الشيء هذا؟ واش سيدنا تيقول لهم سيروا كريسوا عباد الله ضربوهم؟ سيدنا تيقول لهم سيروا عريوا عباد الله؟ سيدنا تيقول لهم سيروا شدوا الرشوه وديروا البناء العشوائي؟ راه خصك تفتح التحقيق اخويا في هاد الشيء هذا. هاد الشيء راه بزاف، راه بزاف، راه بنادم بقى لي غير انتحر في هاد القنت هذا، راه لا ما لا ضو لا ود الحار لا حتى شي حاجه، وزيدنا القهره من الفوق والعصا كيبدوي بنادم هنا كيجي كيقلبوه بالعصا وتا واحد ما كيتسوق ليه. راه بزاف اخويا والله القسم، وتشوفوا شي حوايج تتبكيو بعينيكم، تتبكيو بالدموع تبكيو بالدم، راه عيب وعار. القرن 21 باقي البشر تيعيش في هذا الشيء هذا في المغرب اصاحبي. راه حنا في المغرب، راه حنا في بلاد الحق والقانون، راه حنا في بلاد كيحميها القانون كيحميها سيدنا الله ينصره. راه ما عالمش هو على هذا الشيء هذا، راه والله واش في هذا الشيء هذا ما غاديش يتعاتق معاهم. وشكرا وسمحوا لي لدويت بهذه الطريقه هذه حيت ضرني قلبي بزاف. انا راه ساكن بخير ما عنديش مشكل، ولكن هذا الشيء اللي كنشوفه انا راه كيبكيني. والله يجازيكم بخير، وكنتمنى المغاربه يتضامنوا مع هذه المراه هذه ان شاء الله، ويتضامنوا مع كاع الناس المتضررين. راه باقي غتشوفوا شي حوايج غيضركم راسكم.